بناء على معلومة توصلنا بها كون أحد مروجي المخدرات يقف على ترويج المخدرات محاور هذا الأمن، وبتتبع خطوات المعني تم إيقافه وعثر بحوزته على كمية مخدر الشيرة، وبتفتيش مقر سكني تم العثور على ما يناهز كيلو و100 غرام من مادة الشيرة أي 12 صفيحة. المعني سيتم وضعه تحت دابير الحراسة النظرية، وذلك بعد استشارة النيابة العامة ومن أجل الاستماع إليه فما هو منسوب إليه وتقديمه أمام العدالة.